ما يهمنيش انايا، ما يهمنيش انايا. كان انا نهضر معاك تفاهموا بيناتكم، ترونجوا ما بيناتكم. دوك انت كي تقول لي انا ما نوخرش منك، دوك نديروا العنف. روح امشي امشي. في هذه الظروف الصعبة جدا حاولت الفرقة التقنية والطاقم الذي تنقل إلى ملعب حجوت من أجل نقل صور هذه القمة بين الاتحاد المحلي الطامح لضمان البقاء وضيف اتحاد بلعباس الذي يريد العودة إلى حظيرة الكبار. صعوبات كبيرة إذن وجدناها، ومع ذلك الإصرار على ضمان تغطية من أجل أنصار الفريقين وملايين المشاهدين. لكن للأسف فوق أرضية الميدان لم نشاهد شيء الكثير في مباراة توقفت أكثر من اللازم. كل شيء حدث عندما أعلن الحكم عوينة عن خطأ لصالح فريق اتحاد حجوت على بعد 20 متر. الاحتجاجات بدأت بين اللاعبين بهذه الكيفية. الأعصاب توترت بين عناصر لم تقدم شيء الكثير فوق أرضية الميدان. فريد زميتي وعبد الكريم بيرا وكامل أعضاء الطاقم الفني للفريقين حاولوا تهدئة الأمور، لكن للأسف الشديد الأمور أخذت منعرج آخر وخطير لتتواصل الاشتباكات لأكثر من 20 دقيقة. بعد ذلك بدأ سيناريو آخر بدخول هذا المناصر الذي نزل من المدرجات وتوجه إلى المدرجات المقابلة قاطعا أرضية الميدان في صورة غريبة واستثنائية. ثم بدأ مسلسل لم نكن نتمنى أن نشاهده فوق أرضية ملعب حجوت. الأنصار يقتحمون أرضية الميدان والمشادات بين اللاعبين والأنصار في صورة مؤسفة. هي قمة خيبت كل الأمل، انتظرنا المتعة والفرجة من فريق اسمه اتحاد حجوت الذي يلعب بمجموعة شابة عودتنا على تقديم صورة جميلة، واتحاد بلعباس بلاعبيه المخضرمين وأصحاب الخبرة. لكن بدل أن نشاهد الفنيات فوق أرضية الميدان شاهدنا هذه الصور وهذه التصرفات التي لا تشرف الكرة الجزائرية. هي أمسية سوداء عشناها في ملعب حجوت، والمشاهد تتكلم عن نفسها ولا تحتاج إلى أي تعليق. فمهما كانت قيمة المباراة ومهما كانت قيمة النقاط فهذا لا يعني حتما مشاهدة صور من هذا النوع. والصور